عاجل، موقع أمريكي ينشر مفاجأة عن ترتيب الدول التي تمتلك سلاحاً فتاكاً ويذكر اسم مصر، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، قرار عاجل بضبط والد زوجة علاء مبارك، ننشر التفاصيل. وضربة كبرى من الداخلية المصرية وبيان هام لكل المصريين. ومفتي مصر يثير الجدل في مصر، ليلة ميلاد النبي أفضل من ليلة القدر. وعاجل، كشف عن تفاصيل مشروع للرئيس السيسي سيغير شكل القاهرة. وأستاذ الجيولوجيا يوجه رسالة عاجلة للشعب المصري بخصوص بركان سيؤثر على مصر. في البداية، جمعة مباركة على حضراتكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ مع بعض تفاصيل أول خبر معانا. ومفتي مصر يثير الجدل في مصر، ليلة ميلاد النبي أفضل من ليلة القدر. متحدثا عن المولد النبوي الشريف، ذكر مفتي مصر شوقي علام أن بعض العلماء يرجحون في مؤلفاتهم أن ليلة ميلاد الرسول أفضل من ليلة القدر، أشار إلى أنه ينحاز إلى هذا الرأي. وأوضح علام خلال احتفال نظمته نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف أن هؤلاء العلماء برهنوا على ذلك بجملة من البراهين، منها أنه لولاه لما نزل القرآن الذي نزل عليه، فلحظات ميلاده صلى الله عليه وسلم هي الأفضل، وأنا أتحيز لهذا المنهج. المصدر معنا كامل المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا تصريح مفتي مصر شوقي علام أثار جدلا واسعا في مصر، عاوز أعرف رأي حضراتكم في هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. موقع أمريكي ينشر مفاجأة عن ترتيب الدول التي تمتلك سلاحا فتاكا ويذكر اسم مصر. وتعتبر طائرات المهام الخاصة من الطائرات الحربية التي تعتمد عليها الجيوش الكبرى في تحقيق أهداف عسكرية متنوعة في ساحة المعركة. يعني إيه طائرات المهام الخاصة؟ هي طائرات ذات مواصفات خاصة، يعني تمتلك بعض المميزات اللي تقدر انها تخش يعني المعركة وتجمع المعلومات، وده بيبقى شيء مهم جدا. ووفق تقارير عن طائرات المهام الخاصة لموقع جلوبال فاير باور الامريكي، فانه يتم تصميم تلك الطائرات لتكون قادرة على تنفيذ ادوار محددة في سماء المعركة او بالقرب منها، اعتمادا على ما تملكه تلك الطائرة من تقنيات متطورة وسمات متخصصة. وتوجد أنواع مختلفة من طائرات المهام الخاصة، منها طائرات الإنذار المبكر إيواكس، وطائرة الاستطلاع البحري MBA، وطائرات الحرب الإلكترونية AW. وحسب موقع جلوبال فاير باور، هذه أقوى جيوش التي تمتلك طائرات الإنذار المبكر. المرتبة الأولى، الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى عالميا ب 749 طائرة مهام خاصة. تأتي في المرتبة الثانية اليابان ب 162 طائرة مهام خاصة، روسيا في المرتبة الثالثة ب 130 طيارة، والصين في المرتبة الرابعة ب 115 طيارة، والهند في المرتبة الخامسة ب 70 طيارة، وفرنسا تحتل المرتبة رقم 6 عالميا ب 46 طائرة. اما تركيا فتحتل المرتبة رقم 20 عالميا ب 19 طائرة، ومصر تحتل المرتبة رقم 27 عالميا ب 11 طائرة. اعتقد ان الدول التي تمتلك هذه الطائرة هم عددهم 30 فقط. مصدر معانا كان من جلوبال فاير باور، اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني 30 دولة فقط تمتلك هذا السلاح، وهي طائرة الانذار المبكر او طائرة ذات طبيعة خاصة للمهام. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر. وفي مفاجأة كبرى، قرار عاجل بضبط والد زوجة علاء مبارك.
أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية بسرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك. وأجلت المحكمة محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للمذاكرة. كانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشونال جاز الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد الديب رئيس مجلس إدارة شركة ناشونال جاز الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي وحسام رضا جنينة ورئيس مجلس إدارة شركة ناشونال جاز الأسبق للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين. مصدر معنا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وضربة كبرى من الداخلية المصرية وبيان هام لكل المصريين. كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات عملية نصب واحتيال كبيرة تعرضت لها بنوك مصرية وأجنبية وأصابتها بخسائر كبيرة. وتبين لأجهزة وزارة الداخلية المصرية أن أحد الأشخاص اتفق مع هاكرز للاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك وسحب الأرصدة منها، إلا أن أجهزة الأمن نجحت في القبض على الجاني. كشفت تحريات الإدارة العامة المصرية لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام هذا الشخص بإجراء عمليات شرائية وهمية على موقع إلكتروني خاص بإحدى الشركات بموجب بيانات بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لإحدى البنوك الأجنبية تم الاستيلاء على بياناتها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة. علاوة على ذلك وردت إخطارات إلى عدة بنوك عاملة بالسوق المصري عن سرقة أرصدة بطاقات ائتمانية خاصة ببنوك أجنبية خارج مصر لقيام أحد الأشخاص بعمليات شراء وهمية بتلك الأرصدة مما عرض تلك البنوك لخسائر. وتبين لأجهزة الأمن المصرية أن الواقعة كان وراءها شخصا من أصحاب السوابق مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، إذ قام المذكور بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك الأجنبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية باسم شركته التي أنشأها استكمالا للشكل الاحتيالي وكائنا بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة. وفي التفاصيل قام المتهم بالإعلان على شبكة الإنترنت عن تقديم خدمات طبية ورعاية صحية وهمية مقابل الاتفاق مع بعض سارقي البطاقات الائتمانية الهاكرز من خارج مصر للاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية بطرق احتيالية، واستخدم تلك البيانات في إجراء عمليات شراء وهمية لخدمات طبية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بشركته المشار إليها، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات عن طريق شركات الدفع الإلكترونية المختلفة. وتبين أن المتهم يقوم بسحب تلك المبالغ ويقوم باقتسامها مع سارقي البطاقات الائتمانية من خارج مصر الهاكرز بالاتفاق فيما بينهما على نسبة للمتهم، ويتم إرسال باقي المبلغ المستولى عليها إلى سارقي البطاقات الائتمانية عن طريق محافظ إلكترونية يتم إنشاؤها من قبلهم لتلقي تلك المبالغ. وكشفت الشرطة المصرية المختصة أيضا أن المتهم تمكن خلال 3 أشهر ماضية من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوبة لعدة بنوك أجنبية خارج مصر واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على موقعه الإلكتروني بمبالغ مالية بقيمة 3 مليون جنيه. وعند ضبط الشخص المذكور عثر بحوزته على 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وأقر المعني بعد مواجهته بالأدلة بنشاطه الإجرامي. مصدر معنا كم من أخبار اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجلة، كشف عن تفاصيل مشروع للرئيس السيسي سيغير شكل القاهرة. كشفت محافظة القاهرة عن تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل الذي يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية يهدف إلى تحسين جودة حياة المصريين بأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ووفقا للمحافظة
يهدف المشروع إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه والترويح عن النفس، كما أن المشروع يساهم في الجذب السياحي تماشيا مع مختلف المدن العالمية التي تقع على أنهار، كما يحقق عائدا سنويا للدولة. وسيتم تصميم أنظمة إضاءة ليلية على أعلى مستوى من الجودة في جميع المناطق المطلة على النيل، والتي ستدخل ضمن مشروع تطوير الممشى. وأوضح تقرير صادر من محافظة القاهرة أن مشروع ممشى أهل مصر له عائد اقتصادي، حيث يحافظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات ويمنع التعديات على نهر النيل، وله جانب حضاري وبيئي بعد تطوير الواجهات المطلة على النيل ومنع تآكل الأراضي المطلة على النيل واستعادة المظهر الجمالي والحضاري لتلك المواقع، مع تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية. ويعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة وتحديدا المناطق المطلة على النيل. وفيما يتعلق بمراحل تنفيذ المشروع، تشمل المرحلة الأولى التي تنطلق من كوبري 15 مايو حتى كوبري أكتوبر، تشمل تنفيذ مسار موازي بجوار النيل بمتوسط عرض 6.5 متر و19 مبنى، تنقسم إلى 62 محل وخمس كافيتريات وخمس مطاعم وثلاث مدرجات سعة 1240 فردا، ومسرحا سعة 772 فردا، وثلاث جراجات سيارات سعة هذه الجراجات 180 سيارة، ومساحات خضراء تصل ل 3100 متر مكعب، تحتوي على أكثر من 235 شجرة و62 نخلة. ويتم تنسيق الموقع من نوافير مائية ووحدات الإضاءة والبرجولات. إما المرحلة الثانية فتنطلق من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة، وتشمل تطوير جزء أكبر من ممشى كورنيش النيل بطول 3.2 كيلومتر، مع تنفيذ ممشى أفراد متدرج الملاسيب بطول 4 كيلومتر، ومتوسط عرض الممشى العلوي 4.5 متر، ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5 متر. ويتضمن إنشاء 19 مبنى ما بين مطعم عائم وثلاث كافيتريات و63 محلا تجاريا، وإنشاء 7 مباني خدمات وتسع مدرجات سعة 2552 فردا، ومسرحين سعة 1700 فردا. مصدر معانا كم من الوطن، ان شاء الله نتمنى ان يكون هذا المشروع يعني بداية خير لمصر والمصريين، ان شاء الله نبدأ نشوف يعني نهر النيل بشكل تاني ونحس بأهميته وعظمته، وقد ايه مصر محافظة عليه وهتحافظ عليه ضد اي حاجة تهدد هذا النهر الجاري، اللي هيفضل ان شاء الله الى الابد جاري. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.